مباشرة بعد انطلاق العطلة الصيفية، شرع هذا الأب في رحلة البحث عن مركز لتعلم اللغات، والهدف تقوية قدرات أبنائه في اللغة الفرنسية أثناء العطلة. هو اليوم بأحد مراكز القرب التي تقدم دروساً مكثفة لتعليم اللغات الأجنبية بمدينة سلا. الدراري عندي كيقراو كيلقاو صعوبة في المدرسة في الشرح ديالها، وفي يعني حتى المدرس ديالهم في الدار كيجيو مثلا كيقراو ما كيفهموش الحاجة شنو هي ملي كيقراو، والأساسي إذا ملي كيرجعوا لعندهم كيقول لهم شنو هو الشرح ديالها، جي نقريهم هذه اللغة هذه يعني باش تعاونهم شي شوية في المدرسة. تعتبر العطلة الصيفية مناسبة للعديد من الأشخاص لأخذ حصص في اللغات الأجنبية، سواء تلك المعتمدة في المناهج الدراسية أو تلك التي أصبحت تعرف بلغات المستقبل كالصينية والتركية والكورية، الأمر الذي يجعل العديد من مراكز تعليم اللغات تبرمج العديد من الدورات التكوينية المكثفة طيلة فترة الصيف، معتمدة في ذلك على تقنيات حديثة في التعلم. في الصيف حيتاش في أوقات الدراسة ما كيكونش عندي الوقت، واخا أنا ما بغيتش نتبع غير البروغرام ديال المدرسة، بغيت نزيد نتعلمها ونعرفها أكثر باش يكون عندي مستقبل زوين. كاين ثقافة ديال أن الناس كتعلم اللغات في الصيف، وهذا الشيء اللي كنحاولوا حنا جاهدين باش ما تبقاش هذه الثقافة دي غير الصيف، واللي تعلم اللغات على طول السنة. والملاحظ هو أن كاين إقبال ماشي غير على الفرنسية كما كان شحال هذه، ولا إقبال على الإنجليزية، ولا إقبال على حتى لغات أخرين ولينا كنسمعوا الناس كيسولونا عليهم، وكنحاولوا جاهدين باش نلبيو الطلب ديالهم بحال التركية، اللغات الآسيوية حتى هما يعني ولا حتى هما عليهم الطلب. تعزيز المهارات اللغوية من أجل مسايرة البرامج الدراسية أو الرفع من حظوظ ولوج مؤسسات التعليم العالي بالمغرب أو بالخارج، أهداف من بين أخرى يسعى المقبلون على هذه المراكز لتحقيقها عبر إتقان لغات أجنبية باتت اليوم بمثابة جواز السفر نحو مستقبل أفضل.